أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لا شك أن هنالك قلق ما يكمن في روح الإنسان، سواء لأمر معلوم أم لأمور مجهولة. لا يوجد أحد ليس عنده شيء من القلق. قلق موجود، وحينما أقول القلق فأعني الخوف من شيء سيقع، التخوف، سواء تخوف من أمور معلومة أو من أمور مجهولة. إذا كنت تعيش في منطقة عادة تحدث الزلازل فيها فعندك قلق من الزلزال، هذا أمر طبيعي. أو إذا كنت تعيش في منطقة موبوءة واحتمال أن تصاب بالمرض المنتشر وارد، فإذا قلقك أمر طبيعي. أحيانا لا، عندك قلق من أمور مجهولة، ما تدري شنو رح يحدث لك، يعني هذا معناه عندك قلق من أمر مجهول. وعلى كل حال لا أحد يخلو من القلق. يوم الإنسان صغير عنده قلق على طعامه وشرابه وألعابه وإيذاء الآخرين، إلا إذا كبر يكون قلق على مدرسته وامتحاناته، وبعد ذلك يكون قلق على عمله ووظيفته. إذا صارت عنده زوجة وأولاد عنده قلق على زوجته وأولاده ومرضهم أعراضهم ومشاكلهم. إذا بلغ مرحلة الشيخوخة كان قلقا على وجوده في هذه الحياة وقلقا من الموت. وبين قلق كبير وآخر أكبر منه هنالك عشرات الأسباب للقلق لدى الإنسان. ويبدو أن الله تعالى أرادنا أن لا نطمئن إلى هذه الدنيا. ليش الإنسان لازم يعاني من القلق، من الخوف، من فقدان الأشياء؟ حتى التاجر الكبير يخاف أنه يوم من الأيام يفقد أمواله وينكسر حسب تعبيرنا. حتى من يطمئن إلى هاي الدنيا؟ لأن الذي يطمئن إلى الدنيا يركز عليها، يضع كل البيض في سلة دنياه، ويصرف كل العمر على ملذاته فيها. الدنيا ليست دار قرار ولا دار سلام. من أسماء الجنة أنها دار القرار، من أسماء الجنة أنها دار السلام، حالة الطمأنينة، حالة الأمان المطلقة، هذه موجودة في الجنة. أما الدنيا فكما أن خيرها يختلط بشرها، وليلها يختلط بنهارها، ومرضها يختلط بصحتها، كذلك فإن هنالك عدم الشعور بالأمن والإطمئنان وراحة البال. ومن أراد غير ذلك في دنياه أتعب نفسه أكثر. اللي يريد ما يكون عنده قلق، هذا أكثر واحد عنده قلق. ليش؟ لأنه عنده قلق من المرض، فدائما يدور وسائل يدفع المرض عن نفسه. عنده قلق من أي شيء، أمور مجهولة أمور معلومة، دائما يدور على الوسائل اللي تدفع عنه الشعور بالقلق، هذا أكثر واحد عنده قلق. ومن ثم لا يربح لا راحة البال ولا الإطمئنان ولا الأمان. ماكو بديل عن الجنة إلا الجنة. لا تفكر في بديل عن الجنة الدنيا أبدا. عن الدنيا هنالك بديل وهي الجنة، لكن عن الجنة لا بديل. لا تبحث أن تجعل دنياك جنة، صحة بلا مرض، غنى بلا فقر،
سلامة بلا مشاكل نفسية وغيرها، هذا لا تفكر أنه تقدر تعمله. نعم نسبة من الأمان، نسبة من الإطمئنان، نسبة من راحة البال، أحيانا في أمان، أحيانا في خوف، أحيانا في صحة، أحيانا في مرض. نعم حتى لا نطمئن إلى هذه الدنيا وننسى الجنة وننسى الآخرة ولا نعمل لها شيئا. يقول الإمام علي سلام الله عليه: الجنة دار الأمان، أما الدنيا فتبقى في حقيقتها دار بلاء وابتلاء، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. يقول الإمام علي سلام الله عليه: إن الدنيا دار بالبلاء معروفة، يعني مو شيء مجهول، لأن كل الناس يبتلون في حياتهم، ما في أحد ما يبتلى في حياته، إذن دار بالبلاء معروفة وبالغدر موصوفة. هاي الدنيا تغدر بالإنسان، تسلب منه كل ما تعطيه. شنو تعطيك الدنيا؟ تسترجع من عندك. تعطيك قوة وشباب؟ تعال في الشيخوخة شوف شلون استرجعت من عندك قوتك وشبابك وقوة سمعك وبصرك وإلى آخره. وبالغدر موصوفة لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، هي دار بيت اللي ينزل فيها ما يبقى سالم فيها، العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. وحده يمكن الاطمئنان إلى رب العالمين والتوكل عليه وقبول ما يجري عليك، وأن تنتظر أن تقع لك مشاكل بطريقة أو بأخرى بشكل أو بآخر. فالقلق موجود، لكن يجب عليك أن لا تزيد على القلق خوفا من القلق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.